وجوبا، همزة أكل، أكل وأخذ، أكل وأخذ تحذف همزتهما وجوبا في الأمر مطلقا. لاحظ كل يا إخوة ما أصله؟ أوكل، يعني أوكل أوكل، وأصله الواو همزة، أوكل أفعل، واضح؟ أكتب أوكل. الآن من يبين لي كيف صارت كل؟ أوكل هكذا. من يبين كيف صارت كل؟ سهل. لا ليس هكذا، ليس اعتباطا، هناك ترتيب في الحذف، حذف بعد حذف. هي تخفيفا حذفت الهمزة. الآن لماذا جاءت همزة الوصل هذه؟ للتمكن من النطق. والحمد لله رب العالمين، الساكن ذهب، إذن هي الله مع السلام. إذن حذفت هذه لعدم الحاجة إليها، لأنه انتهت مهمتها، هي جاءت للتمكن من النطق بالساكن، إيه الساكن ذهب هو وحرفه، إذن هي تذهب أيضا، إذن صارت كل على وزن فل، أليس كذلك؟ لا والله ليس كذلك. أيوة عل، على وزن حل. نعم لا تصدقوا يا إخوة. نعم إذن كل على وزن عل. طبعاً نحن ليش قلنا أنه أوكل؟ كما تعلم إذا التقى همزتان الأولى الثانية ساكنة والأولى متحركة، فإنها سنبدل الثانية من جنس ما قبلها، تصير أوكل، هذا معروف في التجويد، يعني إيمان أصلها إيمان كما تعلم، وهكذا. الآن نأتي إلى الصحيح.